اليوم كنا في حدث عظيم يحدث في مدينة الموصل. هذا الحدث الذي غاب عن واجهة المدينة لعدة سنوات، أوركسترا وتر اليوم بهذه السيمفونية الكبيرة التي عزفت داخل أروقة بقايا مسرح الربيع، حضور جماهيري كبير إنما يدل على رفض هذه المدينة لجميع مظاهر التشدد وجميع مظاهر الإرهاب. اليوم نحن ندق ناقوسا جديدا في الحياة ليعلن عن حياة جديدة ملؤها الأمل، المحبة، التفاؤل على أوتار الألحان وعلى أوتار الموسيقى. من خلال أعمالنا قدمنا رسالة للموصل وللعالم أجمع بأنه أكو فن، لازم نستمر نقدم الأفضل. مدينة الموصل المدينة المنكوبة، حاولنا نعيد حياتها من خلال الفن، من خلال الموسيقى، إن شاء الله راح تنعاد للأفضل. بس مثل ما تشوفون أنه إحنا نحتاج مسرح عظيم مثل مسرح الربيع، يحتاج إلى أعمار، فنحتاج دعم من المنظمات، من الحكومة المحلية، الحكومة الإدارية، أي مكان أنه يدعمنا، لأن هاي المدينة تحتاج إلى الكثير والكثير منها.